يلا ها سمي الله كده. ايه عندي جملة يعني فيه ايه؟ ايوه قول لنفسك. عارف والله. فكرة الجروب باختصار كرييترز عموما يساعدوا بعض بكل النواحي، عندنا سبسكرايبرز، عندنا كرييترز، عندنا ناس بتناقش محتوى، ان احنا عايزين نعمل كوميونتي يجمعنا كلنا، السبسكرايبرز عايزين يلاقوا ناس كرييتور عشان يعملوا لهم سبسكرايب، سواء فلوجز سواء تكنو، تلاقينا موجودين، واحد فينا فيلم ميكن، واحد فينا بيتكلم في الدين، واحد فينا بيتكلم في التكنو، احنا كلنا عايزين نعمل كوميونتي يرفع اي حد فينا. فاحنا بنجمع الناس اللي عايزين يعملوا محتوى او الناس مش عارفه تعمل محتوى، وبنديهم اكسبيرينس، والناس كلها من اللي في الجروب بيفيدوا بعض. مشاهد بيقول لك هو شايف انت عملت ايه غلط، والمشاهد هيقول لك هو حابب يشوف ايه. راي مشاهد وراي كرييتور، شفت كونتنت كتير، فانا ممكن اقول لك انت عملت الحته دي غلط ودي زهقتني منك خلتنا مش هنعمل دي. ممكن تفيدك اكتر بمراحل من واحد فيور عادي يكتب لك اي كومنت عشان ما حدش يقدر ينجح.